أنا مش عارفة عدلها ده هيجي إمتى، كله من صالح الله يرحمه. يعني لو كان عمل لها العملية مش كنا ارتحنا من الهم ده؟ هو إيه اللي على وشك ده؟ ده القمر، قمر المسلم. إن دي أساساً مش واجهة عشان تقابل العملاء بتوعنا. لحظة، الاعتراف بالمشكلة هي أول خطوة في طريق العلاج. أنا أول مرة أشوفك ضعيفة وما عندكش ثقة في نفسك كده. مين قال إن أنا عندي أخت للجواز؟ بنتك معيوبة. اخرسي، قطع لساني يقول على بنتي معيوبة. أنتوا عارفين بجد مين اللي متألقة في الصور قوي يعني؟ قمر. لما الدنيا تفتح لك إيديها فجأة بعد سنين طويلة كانت ناسياك. اوعى تفكر ولو ثانية في ليه وإزاي وإمتى. حتى من القمر. زي القمر، الجزء الثاني، حدوتة حتة من القمر، من السبت إلى الأربعاء 8 مساء على قناة مصر الأولى.